مين؟ ايش بدك يصير يا معلم؟ نزلت لحالي على السينما انا حتحضر مش الامبوسيبل، ايش بدك يطلع لي؟ واحد ورا مني حيمة صحارة بشر هلك دنيا يا زلمة. طب فيك تغير هالاذاعه عم تخش لانه هلك ودنيا انا كمان. وسع لك نكزه بس لطال الفيتاس. خيي كبرها شوي تبع السياره ولا فيش مزاجي. غيرناها. هاي لك. ليك على فكره مرتك مش عارفه مشين اللي عندها؟ لا تركت لها اياها سوربريز. عشان تحب النوع من السوربريزات. شو قصدك يعني؟ مش خيي عم نمزح، بقى شو نمزح معك ولا بس حالنا؟ على فكره صار بدك واحد جديد. واحد شو؟ راديو بانتين شو؟ ها؟ شو مبسوطة بشغلك بمكتب السفريات؟ ايه ماشي الحال، اللي زمان معه تعودت عليه. عم يوصفوا جديد ولا لا؟ لا مش عم حدا ألمان. هاي أسامة الحمد لله. كيفك أسامة؟ الحمد لله، شو مبين عنا؟ معك بنات أختك معزومة. بقي هون ولا مسافر بالليل؟ لا بقي شوي. وين جوزك مش معي؟ لا. حلاقي شو عامل بحالك؟ ولا شيء بالعكس، هالأيام كله شغل بشغل. مبسوطة بحياتك؟ ماشي الحال. دخلك شو بيشتغل جوزك؟ هلا ماشي. بالإذن. نقصتني. سوري بعتذر، اعطيني ايدك لبوسة. ولو ما صار شيء. عاد ببوسة مرة تانية. خلص روق روق؟ هيدي عاملة بتعملها مجنون انت ولا شو؟ عشو واقفه انت وياه على البلكون هيك؟ مقبور عم بوصلك ايديك وانت عم تحكي له؟ مبسوطة اخذ ريحتك عند اهلك، شتقت الايام العزوبية؟ ما بعرف شو صاير لك مروان بس عن جد صاير حركاتك ما بتنطق. جوزك وبغار عليك فيها شيء؟ بتغار؟ من شو بدك تغار؟ من الهوا؟ زلمة قاعد عم يحكي لي بكل براءة، شو فيها يعني؟ يخزي العين على البراءة، ما شفت البراءة كلها بعيونه لصاحبي. لك شو ما كان هيدي عاملة بتعملها؟ جلسنا قدام الناس واهلي. وين رايحة؟ اجلنا من الحمرة. طب خلص روقي بعتذر. تعتذر؟ عن جد عم تحكي مروان؟ إذا عن جد بدك تعتذر بتطلع بتعتذر من أسامة ومن أهلي قدام كل الناس. أوكي. بكره بتلفن لأهلك بعتذر منه. إيه لا حبيبي، ما بقى تزبط معي هاي. يا هلا بتطلع بتعتذر من أهلي أو ما بقى تشوف صورة وجهك كل حياتك. لوين؟ لك خلص أبو، حل عمي. زار. يا خيي بدي أحكي معك. زار. بدي أحكي كلمتين بس. طع. لوين؟ شحتتني امي من البيت، ان شاء الله تكون مبسوط. طب خلص روقي. روق؟ هيدي عامله بتعملها مجنون انت ولا شو؟ عشو واقفه انت وياه على البلكون هيك؟ مقبور عم بوصلك ايديك وانت عم تحكي له؟ مبسوطه اخذ ريحتك عند اهلك، شتقت الايام العزوبيه؟ ما بعرف شو صاير لك مروان بس عن جد صاير حركاتك ما بتنطق. جوزك وبغار عليك فيها شيء؟ بتغار؟ من شو بدك تغار؟ من الهوا؟ زلمة قاعد عم يحكي لي بكل براءة، شو فيها يعني؟ يخزي العين على البراءة، ما شفت البراءة كلها بعيونه لصاحبي. لك شو ما كان هيدي عاملة بتعملها؟ جلسنا قدام الناس واهلي. وين رايحة؟ اجلنا من الحمرة. طب خلص روقي بعتذر. تعتذر؟ عن جد عم تحكي مروان؟
إذا عن جد بدك تعتذر بتطلع بتعتذر من أسامة ومن أهلي قدام كل الناس. أوكي. بكرة بتلفن لأهلك بعتذر منهم. إيه لا حبيبي، ما بقى تزبط معي هاي. يا هلا بتطلع بتعتذر من أهلي أو ما بقى تشوف صورة وجهك كل حياتك. لوين؟ ما خصك. لك كيف ما خصني؟ أنا جوزك. طلقني. ما تقولي شي معقول تندم عليه بعدين. طلقني. روان روان تعال تعال، بكره بتروق بتحكوا على وقت. تعال ماشي. الو. ايه حبيبي. ايه حياتي. وينك؟ بالبيت. انت ناطرتك بنفس المطرح. الو. ايه دوحة؟ ايا وينك؟ بالبيت. شو بك؟ ايه بالبيت. انت وين؟ في اجي نام عندك الليلة. اكيد اكيد. وينك انت؟ شو صاير؟ هلا بخبرك بس اجي. طيب يلا تعي ناطرتك. اشتقت لك. وانا كمان حياتي. شو بقى عينك؟ ماشي حياتي. لو كيف ما في شيء؟ بدي اقتله لهالحيوان. خلص حبيبي، نحن مش قده. بعدين ما في اتاخر على البيت، لازم ارجع. ظاهر حضرة العميد بالبيت. قلت له رايح على الصيدلية جيب دواء. قلت بجي بشوفك. اشتقت لك. أنا كمان اشتقت لك. الأولاد وين؟ بالبيت. ما تعتلهم حبيبي. وكيف ما بدي أعتلهم وهذا الحيوان؟ خلص حبيبي روق. الجمعة الجاي يمكن ننزل على بيروت يومين. بشوفك. بحبك. أنا بحبك. بتوعدينا إنك لا تنتبه على حالك؟ ما بتجن يا زلمه. ايش كانوا عم بيعملوا يا خيي؟ يمكن هي بتعجبه، بس هو انا اكيد انه ما بيعجبها. ضحى بتحبك الك يا مروان، فما بعرف. وانت عن جد بهالتصرفات الله ومخك المجنون رح توصلها عنه. شو؟ قولوا شو؟ وظهرت مع واحد غيره؟ فشل. بعرف بتعملها، بعرف بتحبك لك، بس انت بتصرفاتك الله رح توصلها عنه. تطلب منك الطلاق، انبسطت هيك؟ كل العالم صايره تطلع. اما بدها اياها تطلقني واما بدها اياني اطلقها، فاهم شي على حدا انا؟ ايه ما تنحرش على حدا، هن بدهم، بس انت ايش بدك؟ ما بتحبهاش؟ خيي بلا بحبها بلا، بس بلا. بس يا بابا بس ما بدها. شو؟ خيي المرة بالاخر بتطعم.
بتتعب من ايش؟ بتتعب من ايش؟ خلص انسى خلص. انت هي اللي شاطر في حالك ما تهي انسى. ايه بس انا بعرف انه اذا رح تضلك انت على حال عقلي الخلطه رح تضلهم، هيك بدك؟ ليك؟ بدك تاكل؟ بس سالنا سؤال لبدوش الان. ايه ميسا وينك جغل؟ بالبيت. شو بو صوتك بك شي؟ مرقت سارة من شوي. ايه وشو صار؟ ما بعرف شو بدي اعمل يا ميسا. طب يلا قوم قوم لقيني على القهوة. ما بعرف. يلا قوم بترتاح بس نحكي. اوكي يلا ناطرتك. خير؟ مين بهالليل؟ مين؟ هيدي ضحى صاحبتك جاي تنام عنا. مين ضحى يعني مرت مروان؟ ايه ومتخانقين مشان هيك جاي تنام عنا. يا عيني ما شو قصتها بده يطلع غير الفقر والشعار الا الخناق. هي برا فوت حبيبتي فوت. روقي روقي انت فوت على الاوضه. يا عيني يا هالحالة أكثر من ليلة بدها تنام. ناقصني أنا مصروف وشعار. ليش أمك بتنام بأوضة القعدة؟ من شي سنة هالقعدة فات علينا حرامي على البيت، كنا أنا وياها نايمين بأوضة النوم ومسكرين البيت، وما سمعنا شو صار. من وقتها صارت تنام على الكنباية، قال بركي فات حدا بركي بتوع عليه يعني. ويه شو فيها تعمل يعني إذا فات عليكم حرامي مرة تانية؟ هي بتنام والسكين تحت مخديتها. انت عم تمزحي؟ بتشربي شيء؟ معلش لا رح اعمل لك نسكافيه وبتخبريني كل شيء. حياته كان هيك مروان كتير مغير. قال بيقولوا البنات هن اللي بيتغيروا من بعد الزواج. كأنه كل صفاته البشعة كان مخبيها وهلأ فجأة عم بيطلعها فرد مرة. أوقات بتطلع فيه وقت يفوها فيه شي فوق بحس حالي ما بعرفه كأنه شخص تاني. وحياة الله يا آية. طيب هو صار له زمان هيك؟ يعني من وقتها ما شو؟ من وقتها ما عرفنا انه انا ما بجيب اولاد. يعني انتوا عرفتوا انه ما بجيب اولاد؟ انا فكرتكم كنتوا عم بتجربوا. يعني كيف تاكدتوا عملتوا فحوصات؟
ايه؟ وشو طلع؟ من مين المشكلة؟ ما حدا عارف ايه؟ طيب تفتكري انه كل تصرفاته بسبب هذا الموضوع؟ يمكن، مع انه انا ولا مرة حسسته انه هالشي مأثر علي، بالعكس كنت دايما فرجيه قديش انا بحبه ومش فرقانة معي. حتى ولو صعب عليه كتير. بعرف يا آية، بس شو فيي اعمل؟ شو فيي اعمل اكتر من اني اكد له انه انا بموت فيه وانه هالشي ما بيغير شي بالنسبة لإلي؟ أو لك هو كان صرف ذات الشيء لو كانت المشكلة مني وأمه كل يوم والتاني بدق له أنه يطلقني ويتجوز عن الشيء التيام والعائلة. حرام مروان، عن جد كتير صعب عليه. طيب بعرف، بس شو؟ طيب فكرتوا شي مرة تتبنوا ولد؟ ما بده، رافض هالفكرة كليا. هلا المشكلة منه، ولا مرة جرب يعمل هالشيء كرمالك؟ شو بدي اقلك يا ضحى؟ قلتي له انه بدك تطلقي؟ وانت بدك تطلقي؟ خلص حبيبتي، روقي ولا روقي؟ ما في شي بيحرس كله بينحل. روقي كل شيء له حال. خلص روقي، روقي بشرفك، روقي وحياتك كل شيء له حال بالحياة. مرحبا خي طلال. كيفك استاذ غياس؟ ماشي الحال. بلا استاذ غياس حاف. بيناتنا ولو؟ بها شي سيارة؟ لا السيارة ما بها شي. أنا جاي قصدك أنت. خير؟ وأي ساعة بيجي معلم سلمى؟ هلا شي نص ساعة بيوصل، بدك شي منه؟ لا لا. خي طلال، ما بعرف إذا خبروك عن الكارثة اللي صارت معنا امبارح مع جاراتك الصبايا. ناتالي وخلود؟ ناتالي وخلود، عفاك. شو صار؟ والله خيي طلال، بلشنا العشاء وكل شيء تمام وكلنا مبسوطين والشباب مرتاحين، بس ما بعرف شو قصتها هيدي البنت اللي اسمها خلود. ما بعرف شو طلع براسها، قامت تركت الطاولة وفلت، وهيدي الثانية ناتالي قامت لحقتها، وهيداك وجه الضيف. ليه زعلوا؟ شو عملت لهم؟ أعوذ بالله، ما عملت لهم شيء، لا أنا ولا حتى الشباب الطيبة اللي إجوا خصوصي بس ليتعرفوا عليهم. بس يا خيي ما بعرف شو قصتها هيدي البنت خلود، بدها تطلع براسها وصراحة سببت لنا مشكلة. شو بدك فيهم؟ خلود وناتالي مش خرش. أنا بنصحك تروح تشوف غير بنات. على راسي، رح شوف غيرهم. بس المشكلة إنه في واحد من الشباب يا خيي شكله انغرم بخلود وقام عصب وزعل مني كيف تركتها تفل، وبده ياني رجع له إياها حتى لو كلفه تقلى ذهب. سامع خيي طلال؟ طيب قصدك يتجوزوا شرعي ما هيك؟ لأنه خلود ما بتقبل غير هيك، وناتالي كمان. ناتالي مش مشكلة، المهم خلود نرجعها بأي ثمن. طيب أنا شو خصني بالقصة كلها؟ إنه شو المطلوب مني هلا؟ خي طلال، الصبايا أصحابك وبيحبوك وبيوثقوا فيك. اتكلنا عليك هيك تقنع لنا إياهن وتقنع لنا خلود بالذات ترجع. ما بدنا نروح زبون من إيدنا، هيدا أحسن زبوناتي. وحياة هالشايبي كريم وما بيسأل وما بحياتها بنت اشتكت منه بشي. وحياتك هيك يعني خلود ما بتخسر شي، بالعكس ما في إلا ربح إلا وإلنا. عرفت كيف خي طلال؟ ها؟
منيح ما بدك لها صفني ولا و... اهلا 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 انا استاذ غياس. اهلا خي سلمان، كيفك؟ شو خير، بها شي السيارة؟ لا السيارة ما بها شي، جيت شيك عليها مع خي طلال بس. يلا هلا طلال بشوف لك اياها. امتى جيت؟ مش من زمان. يعني ما شربت قهوة؟ معلش بلا قهوة. تفضل. والله ما في. شكلك مرسم معلم، في شي؟ ايه في طلال. اليوم الساعة 1 رايح عند بيت ابو مازن اشرب قهوة واطلب ايد رشا ان شاء الله. اه والله؟ انبسطت لك معلم سلمان. تسلم حبيبي، عبيل اللي عندك. بس يا معلم انت مش شايفها الا مرة واحدة وهي كمان، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان طلال، بس الاصول بيقول لازم تطلبها من ايد بيها بالاول، اذا تمت الموافقة ان شاء الله هيك بنصير متعرف على بعض وبنظهر شوي شوي وعبركة الله. طيب انا رح شيك الدولاب. ايه زياس كيف الشغل؟ ماشي الحال. انا فايت على المكتب وليك. تفضل. بتموتي انت، بتموتي اذا ما بتعرفي بتغلي من جوا. ايه طمنوني شو صار معكم، فتحة ولا ضمة؟ والله بوجود الست خلود مينيموم مينيموم كسرة. يكسر رقتك ان شاء الله، فوتي انت وياها خبروني تشوف شو صار معكم. كسرة قال. اذا جبت لك خلود وبظهرها ناتالي شو بيطلع لي؟ ما تعطى الهم، الزبون دفيع. لا بدي اعرف قديش عن مزبوط تتحرك. 2000 لخلود و1000 لنتالي. دولار؟ وكاش. وإذا بتأمن لي غيرهم بيطلع لك 500 على كل راس. موافق؟ موافق، بس بدي دفع على حساب. قديش يعني؟ 1000. يعني بدي اشوف معه اذا بيقبل. مضمونة بالاول؟ مضمونة 100%. عظيم، تكرم عينك. بكره بجيب لك المصريات، بس بدنا نتحرك بسرعة. خواجه غياس. ايه والله والله انا بس شفته بهالجوكيتة التركواز لأزني قلبي منه، بس يمكن كنت جعان كتير ما فرز راسي. ايه سميرة، بس ما كان بيمنع ابدا لو سيرناه النتفة، يعني من المغص اذا عرفنا نستفيد. ما فهمت، بينقص منك شقفة ست خلود؟ نعم. شو نسيرهم يعني؟ قديه بدنا نضلنا نسيرهم لبالاخر نجبر نعمل اللي بدهم اياه؟ شو لعبة؟ ايه لعبة، لعبة ولا مش لعبة؟ طبعا لعبة و600 لعبة حبيبة رجال، فيك تلعبيهم على الشكر بكر وحياة عينك وتضلك تجرجيهم وراكي وتاخذي اللي بدك اياه منهم بدون ما تعطيهم شيء، بس بدك تكوني فتحة وذكية، صح ولا لا؟ هبلة هبلة هيدي مثل آية. يا عمي مجنونة، أنت مش فاهمة شيء من شيء. أنت اللي بتفهمي خلود على أساس. بونجور ماما. يقبرني وجهك. بونجور آية. أهلين. ماما أنا رايحة على الشغل، ضحى بعدها نايمة، بس هيك توعية. شو بدي فيها توعية؟ انه على قد مشردة تصبح بوجهها هي بالمساء وما بتنشاف. حلو حلو حبيتها مني. شو نايمة عنا كمان الليلة ولا راجعة على بيتها؟ حسب اذا تصالحت هي وجوزها. بدي انطر كمان انا مزاج جوزها. بعينك الله انت بتعملي. طيب انا ماشي. الله معك يا امي. باي باي. طيب ليكي انا كمان بدي امشي مشان عنا شغل، قومي انت. ييه ما بدكم بصر الكون؟ بلا بلا ايه بدي العب. يلا هيدي الفنجان تقلي انه كان انا
بدي. رؤية اشربيه بالاول بعد المصري. صحيح بعد ما نشف بس يا ويلي مبين علي شيء هيك حصان شيء راكبك من فوق حمار حصان جمل ما بعرف. ويا الله يا هول هات لابسه. أنا بدك شيء؟ أنا فالل. لوين؟ جاي لعندي هادي بدي روح فتش على شغل. فينا أجي معك؟ لا حبيبتي معلش خليكي هون. تبركي وجهي بيكون حلو عليك. أنت وجهك حلو علي يا طول حبيبي. بس مش ضروري تمرن معنا بالسيارة وتتعبي على الفاضي. خليكي هون أحسن. عم بزهق بالبيت. ما عندك درس طيب؟ بلا بس ناطرة آية تتجي تعطيني الكتاب. شو المطلوب هلا؟ ليش ما فيني نروح على المدرسة؟ رجعنا دينا؟ آية بتنتبه علي، مالك ثقة فيها؟ ثقة؟ عن أي ثقة عم تحكي؟ ثقة شو؟ بنت أنجا بنعرفها. طب بجرب كم يوم، إذا ما كنت راضي بترك. دينا حبيبي أنا بس بخاف عليكي من أجواء المدارس اللي بيجوا عليهم ولاد الفقراء. هودي أكتريتهم أهلهم بيبعتوهم لحتى يخلصوا منهم. وأكتريتهم بيجوا على المدرسة لحتى يطقوا حنك ويشربوا سويقير. وبالآخر بيتركوا المدرسة. ما حدا استلان عنهم. لا أهلهم ولا معلمات الدولة يلي ما بيصدوا يخلصوا دوامهم لحتى يفلوا على البيت ويقبضوا معاشاتهم. أنا هيدي الأجواء اللي بخاف عليكي منها. لو قادر أحطك مدرسة خاصة كان غير شيء. أوكي؟ أوكي. يلا روحي العبي ورجعي فوتي على البيت وما تفتحي لحدا. ليش عم بتقولي هيك؟ الله كبير. شوفي يا ضحى، المثل بيقول من خلف ما مات. صح. إيه أنا بقول غير هيك، أنا بقول اللي خلف مات وفقع كمان. ليش عم بتقولي هيك؟ يعني عندك بنت ما في مثلها وكل الناس بتحبها. ما اختلفنا، بس إنه الحب ما بيطعم الخبز، خصوصي بهالأيام الزفت هيدي، وبنتي آية ما عندها شيء، يعني لازم تحط عقل براسها وتفتش لها على شيء نصيب يكون مرتاح، يريحها ويريح أمها. الحب إذا بدها تضل حقت لي ما رح يجي منه إلا المشاكل ووجع القلب. قولك هيك؟ أكيد هيك، وأنت أول مين لازم يوافقني على هالكلام، ولا لا؟ يمكن. انصحيها يا ضحى،
جلسي لها عقلاتها الله يجلس لك حياتك، انا بحكيها ما بتسمع مني بيفوتوا من هون بيطلعوا من هون. طيب شو بدك ياني اقول لها؟ انت بتقرقلي؟ هدي خدي دور انصحيها قولي لها تحط عقلها براسها احسن ما بكره تفوت بشي مصيبه بشي مشكله تفوتنا بالحيط وما نعود نعرف نطلع منها. بس ليش عم بتقولي هيك؟ يعني هي عم تعمل شيء؟ يعني في حدا بحياتها مغرومه؟ انت قادره يا ضحى. انا ما عندي علم بشي، يعني لو كان في حدا بحياتها اكيد كانت خبرتني. والله بس انا مش حاسه هيك، انا حاسه انه في شيء بحياتها وفي شيء براسها ما بعرف. يا ريت فيكي انت تفهمي منها اذا في حدا هيك هيك حتى نعرف عبكير يعني احسن. طيب هلا اول ما ترجع ايام من الشغل رح جرب احكي معها. ايه الله يخليكي حبيبتي، اساليها. وانت شو 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 عندك مشاكل انت وجوزك؟ خبرينا هيك تنستمخ. احكي احكي فضفضي. طلال وينك؟ بالجامعة. في شي؟ راجع على البيت؟ ايه اكيد بس لخلص صفي. ليش عم تسأل؟ ما تروح على البيت اليوم. ليش؟ شو في؟ في حدا جاي على الساعة 1 يطلب ايدك من بيك. مين؟ سلمان صاحب الشغل. اوف، هو اللي قال لك يعني؟ ايه، وخيك موافق. ومبدئياً أكيد بيك موافق. إيه يعني شو يعني؟ يعني بدي إياكي ما تروح على البيت اليوم، في مجال تروح على مطرح تاني؟ طلال عن شو عم تحكي أنت هلا؟ ما عم بفهم عليك. شو يعني؟ بدك بيك يجوزك لسلمان؟ لك لا أكيد لا يا طلال، بس شو فرقت إذا ما رجعت اليوم على البيت؟ طب وبكره وبعدين؟ بيي إذا بده يجوزني سلمان بيجوزني إياه بالقوة، ما فيني أنا أقول له شيء. وإلا أنا بدي أهرب من البيت، وأنت بتعرف إنه لا أنا ولا أنت معنا مصاري كرمال نهرب ونعمل هيدا الشيء. اوكي في مجال طولي بالك وحش صرخي. اوكي فيك تسمعيني؟ اسمعيني. عم بسمعك. اول ما تخلصي جامعة بضلك حاملة حالك وتروحي لعند اصحابك بتجربي تلاقي مطرح تبقي فيه يوم يومين. من بعد ما انا كون دبرت حالي بمرق باخدك بنروح نتجوز. كيف هي؟ من وين بدك تدبرها هيك فجأة؟ خلص ما تعتلي هم، انا لا دبرت شغلي. وقبض القبضة بكرة مبدئياً، أول قبضة. أي وشغلة شو هي؟ خلص أنت ما تعطي الهم. بدك تجوزيني ولا بدك تجوزي سلمان؟ أنت أكيد. طيب روحي لعند ضحى أو آية أو حدا، بس ضلك عندهم يومين ماشي؟ ضحى هلأ حكتني وهيها اتخانقت هي ومروان وراحت عند آية. أنا هلأ بحكي آية وبشوف إذا بساعة عندها اليوم أنا كمان. طيب كتير منيح، هيك بتكوني قريبة علي و... بس في مجال ما حدا يشوفك خاصة سلمان؟ طيب ماشي. طيب حبيبي طمنيني شو بصير معك. طلال ما تخافي اتكلي علي. طيب أوكي باي. باي. اي متى بفكوا لك عن اجرك؟ قريبا. ومين رح بفك لك اياها؟ آية؟ شو بك عم تطلع فيها هيك؟ شو قلت شي غلط؟
ليك شو بتشتغل؟ مين؟ مين؟ آية معلمة مدرسة. يا حياتي على الهضامة. ليك و بتحبها لدينا ما هيك؟ لدينا كل حدا بيعطيها شوية اهتمام بتتعلق فيه. وانت؟ أنا شو؟ أكيد ما بتحبها؟ لمين يا خي؟ بيرجع بيقلي لمين؟ لآية، آية. شو بدك هادي هلا؟ بدك تفوت على الخط؟ فوت خي، عم تسألني إلي؟ لأني بيا ولا خي عم تسألني هالسؤال؟ شغلي والله. يا مازن يا هلا، ان شاء الله ما تكون ضيعت بالبيت. لا لا ولا هو شرف مازن، كل المنطقه بتعرفه. تفضل. شكرا. ايه طمني، كيف هالشغل؟ الحمد لله. ليك يا مازن، نحن شكرا مازن، نحن مثل الحكمه، طالما في سيارات عم تخرب طالما في شغل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تاخذ لك كيس روسكي خي سلمان؟ لا والله يسلموا. طيب هلا بدك تشرب؟ ما حلو. بدك يشرب على راحته. شايف كيف بيحكوا الاوادم يا بجعم؟ قوم جيب لك شي كاس ويسكي وحط لي تلجتين. تلجتين بس يا حمار. شو فهمت؟ طيب ماشي. ايه خي سلمان، بدك البنت؟ والله خي مازن انا بشرفني اني كون صاحب هالبيت، بس طبعا بعد موافقتك. موافقة موافقة. يا مازن، وين صارك يا سالوسكي؟ يلا بين لحظة. يلا عجل، بدنا نحتفل بخطبة أختك. بتموزيد أشا مش بالبيت؟ بتكون بالجامعة، هلا بعد شوية بتجي. أنت حكيتها شي بالأول؟ لا والله أنا قلت بحكي مع حضرتك بالأول. إيه ابن أصل. رشا بتعجبك. بنت عقلة ما بتعذبك، إلا تم ياكل ما بيحكي. إن شاء الله خير. تفضل بيي. هيدا كاس سلمان ورشا. عقبال العزيمة. إمتى مفكر تعمل العرس؟ لا، إن شاء الله بنحكي أنا ورشا بالموضوع ونتفق. ما تعودها تاخذ رأيها بشيء أبداً خي سلمان. اسمع من هالشيبة. النسوان ما بينعطوا وجه ابدا، من الاول علمها الطيعه، هي بتاخذ محلها وانت بترتاح. نصيحه باي. ايه ضايقتك امي بشي؟ طيب منيح. لا انا بدي شي ساعتين. لا مش راجع دغري، عندي مشوار صغير. مشوار لوين؟ عن طارق. ليش شو به؟ لا بس بدي اروح ساعد بنته بدرسها. من امتى؟ مشي هاليومين. ما حرام هي ما بتروح على المدرسه. يي وليش ما بتروح على المدرسه؟ ضحى خليكي معي شويه، معي خط تاني، بعتقد هيدي رشا. الو ايه رشا؟ الو ايه ايا وينك؟ هلا ظهرت من المدرسه. انت وين؟ بالجامعه. ليكي رايحه انت شي هلا على البيت؟ لا بعد شوي. في شي؟ طب فيني اجي لعندك؟ اكيد اهلا وسهلا، بس بتنطريني شي ساعه لك ترجعت على البيت؟ ايه مش مشكله. ليكي فيني نام عندك اليوم؟ ضحى نايمه عندي. قولي لي صاير شي معك؟ بعدين بخبرك، بس ما فيني ارجع اليوم على البيت.